فايه فلوسك ايه وشطارتك ايه؟ فلوسك ايه وشطارتك ايه؟ قال له ما ياما ناس كانت لما تمر على الناس اللي بتاكل مش تقول يا سلام يا رب اديني مال وخد صحتي. ما ايه الدنيا غل، اللي معه مال يقول له اديني صحة، واللي معه صحة يقول له انا عايز ابقى صاحب ملك وخد صحتي. قال له يا ابني ابدا. قال له الراجل الممثل اللي ربنا اداله مليون جنيه انور وجدي وجيه نام مريض بقرحة في المعدة، يقول يمين ياخد النص مليون جنيه بتوعي ويوكلني سندوتش طعمي. قال طب ما انت يا حبيبي كنت فايت على الناس وقلت يا سلام لو الواحد يملك العمارة دي وصحته تروح. قال لا ليه؟ ولذلك يا اخوانا الانسان ما يقولش ربنا اديني فلوس، ما تقول ما تقترحش على ربنا، ما تقولوش اديني فلوس. كمان لما تحب تتجوز ما تقولوش يا رب انا عايز واحدة جميلة بنسبة 99.9%. قال لا بقول لك ايه، هو انت هتقدم عرض حال ربنا؟ هتقترح على ربنا؟ انما قول ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وسيب الحسنة دي ربنا يفسرها بمعرفته، انما انت ما تقترحش على الله. قال لا. وبعدين بقول لك ايه، ما كامل الا محمد، ما تظنش ان الكمال في الدنيا ابدا. قال لا. ربنا مديك 30 جنيه مرتب ما تقولش يا رب انا عايز 100، ده الورقه ام 100 طلعت طلعت. طب ما هو بيلعن شنبك، انت مالك ومال ام 100؟ انت كده حال، انت كده حال، ما دام في راحت بال عايز ام 100 وام 3000 ليه؟ طب ما هو هيديك والله العظيم ده ممكن يديك ملايين، انما تبص تلاقي الصحه راحت والزوجه اتكعبلت، وبعد بقى ما عرفت الموضة وما الموضة وعرفت المجتمعات بقى وبقت سيدة مجتمعات وقعدت مع الناس واتكلمت معاهم وعرفت القهوة السادة والسجارة السمرة دي اللي بتتولع بقلبة كبريت لوحدها اللي كل نفس هيزعود اه، وبقت تشد نفس وتدي في وشك ايه يا مدام الله يخرب بيتي اه. طب ما انت عايز كده، ما انت عايز كده اه. الله الله يرحم ايام زمان لما كانت روحيه وعطيات بتوضب لك الطبق الكشري وشويه المسروطه ها، كان ملها ما كانت العيشه حال، انما غبت بطران وبطران لغايه ما جه الاطران. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. والله العظيم ده اللي يعرف القران ويدرس القران ما يتعب ابدا، ما يتعبش ابدا، لانه هيعيش مع كلام اصدق القائلين، كلام له بتاع حسن عبد القدوس ولا مصطفى امين، ده كلام ربنا، لا فيه خداع ولا فيه زخرفة، انما دي دروس في الحياة، واللي بيقولها ربنا. ربنا عايز مننا درس خصوصي، عايز يحاسبنا على 5 جنيه في الساعة. ان الله غني، الله هو الغني وانتم الفقراء، وحد من لا اغفل ولا ينام لا اله الا الله. ويا من النبي قال لي ثعلبة يا حبيبي خليك معانا، قال له نفسي في الفلوس. يا ابني هتعمل بالفلوس ايه؟ يعني هتروح تصيف يا اخويا في العجمي؟ هتروح الشطبي؟ هتروح فين ما انت مع سيدنا محمد؟ هتعمل بالفلوس ايه؟ والله اقسم بالله انا اعرف ناس بتلعب بالفلوس لعب، يعني لو الواحد قلع جلابيته ولبس جلابيه الشغل لابد يوقع له في اليوم 100 جنيه و300 400 جنيه، وتشم ريحه بقه اخر النهار تلاقيها منتنه. قال لا، يقول لي تتصور والله لسه ما فطرت. يخرب بيتك، ده الناس فطرت 4 مرات والله ما طقت تشم ريحه بقه منتنه من الجوع. طب يا سيدي ما بتفطرش ليه؟ يقول لك مش فاضي والله، مش فاضي، او زي ما انت شايفني كده اهو طول النهار مصلوب على البنك، ارمي فلوس في الدرج ويجي اخر النهار يجيب كرتونه يعباها فلوس ورق وصفيحه ميه يعباها فضه. شيل يا اخويا كمثل الحمار يحمل اصفارا، شيل كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ما في ساعه الجمل يبقى شايل قربتين ميه وهو عطشان، الجمل عطشان وشال الميه على ظهره مش قادر يشرب. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. والله العظيم ده الكلام ده انا بجيبه من الواقع مش بصنعه، ده ناس شفتها فعلا طول النهار تشتغل في بضاعة مستوردة وتيجي اخر النهار
ما تطيقش تشم ريحة بقه. ايه يا عم؟ يقول لك والله لسه ما فطرت. يا عم احنا الساعة 8 بعد العشاء. يقول لك ما فيش فضا والله. اهو زي ما انت شايفني. بينما الراجل الغلبان يقوم يفطر الصبح بعد ما يصلي الفجر. يقول له هات هات لقمة نتفاول. انت عارف نتفاول يعني ايه؟ نغير رقنا. ها؟ ويكون صحن شوية الدقة اللي عاملهم بمشمش اللي بنقل مشمش صحنهم كويس وشوية سمسم ها وطبع الفول ربنا ما يحرمناش جميعا يا رب منه. وقبل ما يخلص يقول له اعمل الشاي. يعني هو الشيخ يتم الصلاة انت يعني ضروري تحبس؟ يقول لك خليني احبس. يا عم صالح هتحبس على ايه؟ انت يعني واكل الرومي خايف الله يفط من بقك يا سيدي هتحبس يا عم. انما هو دلع الفقراء. ما هو ربنا بيدلع الفقراء والله. وتلاقيها قبل الظهر يقول لها اولية طبخ طاب. يبقى انت نفسك مفتوحة كده اهو. والله غير ويمكن ما بيضوق الاكل نفسه مزودة دايما. والعياذ بالله. ولو قعد ياكل انا اعرف ناس قعدت تاكل على موائد. قدامه الطبيب عامل زي المسترو بتاع الموسيقى. يقول له دي تاكل منه معلقة بس. ده ما تجيش يمته. دي اوعى تشمه. دي ابعد عنه. بينما الفقراء قاعدين زي كاسحات الالغام. اقلب. اقلب السلطة. ها? اقلب. ويشيل قروانة الشربة. بيسحب منها انت عارف الموسيقى بتاعت البروجي بتاع الصحيان. اهو يسحب ويضرب تكريعة في الهواء زي الكرخص المفسود. ها? ويقول لك رضا. التاني قاعد قدام الدكتور زي عازف العود. يبص للميسترو هيعمل له بالعصا ايه? ها? يشوف الاوامر بتاعت الموسيقار بتاع العصا. بياكل بالعصا. ها? انما الفقير بيقلب العشر تصنف على بعض. قول لك كله يطلع في الغلية. المعدة بتسوي. معدة سيدنا الشيخ وتر بروف. ها? ضد الماء والكسر. فالسعادة عمرها ما كانت في الماء. وياما النبي نصح الراجل ده والله. ياما النبي نصحه وقال له انا خايف عليك يا ثعلب. الفلوس وحشة. والله العظيم كده. الفلوس ما تيجي الا بالهم والغل. والله. والله ما تيجي الا بالهم والغلب. وشوفوا واحد يكون طلع الدول العربية وليس سليم. ما بتحصلش. كون من ساعة ما يطلع اهل الشرح كلهم. الحبايب على فلان ده ابنه راح الكويت. ده هيجيب يا سلام هيجيب تشوف ليه هو جاي. ده خلاص نموا الاساس. ده هيجيبوا الحديد والاسمان. ينسبوا الناس على حل. يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. ده كل قلب في ألم والكل واحد كاس. يا محتاس. وحد الله. الله ما حد عارف الدنيا فيها ايه. ما تعرف البيوت مقفولة على ايه. ما تحسدش واحد على ماله ابدا. ده المال ده شوية زبالة. والله شوية زبالة. والله الواحد بعد ما تلف بالكفة اللي مال ولا بتاع بياخد معاه ايه. الكل حتى والله بيستخسروا فيه دعوة بعد موته. ما فيش واحد بيقول الله يرحمك يابا. والله ما حد بيقول الله يرحمك يابا ابدا. بيبقوا رميين وسدين عليه ويجوا يتخانقوا في البيت. يا اخوانا ده روح قوموا خدوا العزاء ابوكوا خلاص اندفن. بلاش خناقة دلوقتي. يقول لا ده ابوها كان قال انت اللي تاخد الحتة اللي على الترعة. والتاني يقول لا ده قال لي تاخد الغيط اللي على الساقية. والتالت يقول لا ده قال لي خد العمارة اللي في العباسية. يا اخويا طب بس قول الله يرحمك يا ده ابوك لسه اهو مزنوق بين الملاكين مش عارف يجاوب ريقه ناشف. قول اللهم ثبتك عند السؤال يابا. ها? انما الفقير لما يموت كل اولاد الله يرحمك يا ان ما فيش خناقة. ما هو واحد بيقول لواحد ابويا مات وساب لي 200 فدان. الفقير قال له ابويا كان اجدع من ابوك مات وساب لي الدنيا كلها. ما هو ساب له. والله ما احسن منها. ها? يعني ما تحسدش حد على حاله. انما اقول يا رب. خليك مع الله عشان ما تتعبش. انما ربنا ما عينكش واكل نيابة ادارية عشان تمسك القلم والورقة وده فلان بيكسب كام وفي جيبه كام وبيدخل ببطختين كل يوم وشمام وبتاع. قول يا رب. انما طول ما انت قاعد مع الناس وعامل حساب الناس ما هي دي بتور الظلمة في القلب. والله بتظلم القلب. بتخلي القلب مظلم. طب جرب. وقعد مع شوية ناس وقعدوا بقى تكلموا في سيرة الناس. تقوم من المجلس شاعر بان فيه غيامة سودة على القلب. انما اقعد مع شوية ناس طيبين. طول ما انت قاعد يقول لك سمعنا الصلاة على النبي. كسبنا صلاة النبي. تبص تلاقي قايم نفسك كده فيه نور بيشح من قلبك. اصل ذكر الناس يورث الغفلة عن ذكر الله. ولذلك النبي اللي قال كده.
ألا تكسروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوى قلوبكم. وإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عباد. فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وحد وصلي. فإنما الناس مبتلى ومعافى، الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ما تعيرش أخوك بذنب أتاه، من عير أخاه بذنب أتاه لم يمته الله حتى يبتليه به. والله من عير أخاه بذنب أتاه لم يمته الله حتى يبتليه به.